مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 2 Lesson 1، اليونت الثاني الدرس الأول. عنوان الدرس Perfect Holiday، عطلة مثالية. كالعادة احنا متعودين سابقا أول شيء ناخذ كتاب الطالب، إذا صادفنا موضوع قواعد من الممكن نشرحه نشرحه وناخذ وزارياته ومن ثم ننتقل لكتاب النشاط. في الفقرة الأولى كتاب الطالب يقول لي read the advertisement، اقرأ هذا الإعلان، منطيني إعلان، شيرد من عندي. يقول لي name all the activities and name photographs، سمي أو عدد كل الأكتيفيتيز. الأكتيفيتيز معناها النشاطات، عدد كل النشاطات اللي أنا منطيك صورها بهذا الإعلان. مبدئياً هذا إعلان لشركة سياحية أو إعلان سياحي. شو يقول لي بالإعلان؟ يقول لي come to a tourist city أو to tourist city، تعال إلى مدينة سياحية. tourist city مدينة سياحية، إذن هذا اسم الإعلان tourist city مدينة سياحية. for the perfect holiday من أجل عطلة مثالية، يعني شركة مال سياحة، شركة مال سياحة وسفر مسوية إعلان. بهذا الإعلان ترغب الناس إن يقولون لهم تعالوا إلى مدينة سياحية من أجل عطلة مثالية، ومنطيني صور الأشياء اللي أنا ممكن أسويها بهاي الرحلة السياحية. فهنا يقول لي باوع لي على الصور وسمي لي هذه الأكتيفيتيز، النشاطات اللي راح تسويها بخلال هذه الرحلة السياحية. فمثلا صورة هذا الشخص اللي قاعد يسبح، هذا شو نسميها؟ نسميها سويمينج. سويمينج معناها سباحة. إذن أول فعالية من الفعاليات اللي أنا منطيها بهذه منطنيها بهذه الرحلة السياحية هو السويمينج السباحة. بعد هذا الشخص قاعد يسوي؟ قاعد يصيد سمك، فأقول هذه الفعالية اسمها فيشينج، فيشينج الصيد. إذن الفعالية الأولى اللي يقدر يسويها بهاي الرحلة السياحية السويمينج السباحة، وراها الفيشينج الصيد. وبعد منطيني هاي الصورة صورة مشاهدة الأفلام في السينما، إذن أقول له watching مشاهدة films أو movies. كيف كثيرات صحيحة؟ مشاهدة الأفلام. بعد هذه رياضة أو النشاط الخاص بالسيلينج، سيلينج معناها الإبحار. إذن من الفعاليات اللي أقدر أسويها بهاي الرحلة اللي هي السيلينج الإبحار. بعد هذه صورة المجمع، أو تقدر تذهب للسوق التسوق، بقول له شوبينج تسوق للفعاليات اللي أقدر أسويها من خلال هذه الرحلة السياحية. والأخيرة منطيني صورة خيمة، فمن الفعاليات اللي أقدر أسويها هي الكامبينج. كامبينج معناها تخييم. إذن عرفنا الفعاليات اللي راح أسويها خلال هذه الرحلة السياحية. هذا مجرد حاليا نشاط صفي. الأستاذ يطلب من الطلاب يقولهم name all the activities in the photographs، انطيني أسماء هذه النشاطات اللي موجودة بالصور الفوتوغرافية. فالطالب يباوع على الصورة، فمثلا يرفع إيده يقول له picture number one is swimming، الصورة الأولى متعلقة برياضة أو بفعالية السويمينج السباحة، الصورة الثانية fishing الصيد، وهكذا. إذن مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري وامتحان الشفوي. بأسفل ايش منطيني مقطع نصي على مود الإعلان مال الشركة السياحية أو هذا الإعلان السياحي يكمل. شو يقول بالإعلان؟ يقول you can have a rest، يمكنك أن تحظى باستراحة، or do your favorite hobby، أو تفعل هوايتك المفضلة. هذه كلمة hobby كلمة جدا مهمة، ركزوا عليها، كل هواية راح تصادف بالوحدات القادمة والدروس القادمة. hobby معناها هواية، يمكنك أن تفعل هوايتك المفضلة، it's your holiday، إنها عطلتك، so you choose what you want to do، لذلك أنت اختار الأشياء اللي تحب تسويها. فإحنا مسوي لك برنامج، هذه كشركة سياحية مسوي لك برنامج تقدر أنت تختار كيفك الفعالية اللي تقوم بها. spend the morning on the beach، أقضي الصباح على الشاطئ. أنت هنا مسموح لك أنه بهذه الرحلة السياحية أنه صباحا تروح على الشاطئ. you can relax and read a book، يمكنك أن تسترخي وتقرأ كتاب، or go swimming أو تذهب للسباحة، sailing الإبحار، fishing صيد السمك. يعني البرنامج يتضمن الذهاب إلى الشاطئ، هذا الشاطئ تقدر تروح تسبح به، تقدر تروح sailing إبحار، أو تقدر تقرأ كتاب، تقدر fishing تصيد السمك إلى آخره. in the afternoon، أما المساء you can go shopping، يمكنك الذهاب للتسوق، in the city في المدينة، visit a museum تزور متحف، or go to the cinema
أو تذهب إلى السينما لمشاهدة فيلم أكيد. اللي بعدها in the evening في المساء have a delicious picnic on the beach. احظى بنزهة لذيذة على الشاطئ. إذا كذلك بالمساء من الممكن أن تذهب إلى الشاطئ بس هنا أنا شنو with a campfire بالتخييم أو بخامة وياها نيران أو تقدر تشعل النيران أثناء التخييم. يعني الذهاب إلى الشاطئ في الصباح من أجل السباحة من أجل البحار من أجل صيد السمك إلى آخره. أما في المساء أو في الليل من أجل التخييم. Why not spend the night camping؟ لما لا تقضي الليل في التخييم on the beach على الشاطئ and enjoy the beautiful stars وتستمتع بالنجوم الجميلة. Camp is free أو camping is free. التخييم مجانا. يعني من ضمن عروض هذه الرحلة السياحية أن التخييم مجانا. قرأنا النص عرفنا تفاصيل هذه الرحلة السياحية أو هذا الإعلان عن الرحلة السياحية. لحد الآن ماكو شيء مهم بس هذه الكلمات اللي طلعناها انتبهوا لها لأن بعد قليل راح تفيدنا بموضوع التعبير عن الحب وعدم الحب. سيلينج الإبحار، شوبينج التسوق، كامبينج التخييم، واتشينج فيلمز مشاهدة الأفلام، فيشينج الصيد، وسويمينج السباحة. هذه الكلمات بعد قليل راح تفيدنا بموضوع اللايك والديسلايك اللي هو التعبير عن الحب وعدم الحب. وراها بالفقرة الثانية شيء يقول لي سيدي جفاق كانت فقرة أي وهي فقرة بي. Read the advertisement again. اقرأ مرة أخرى هذا الإعلان اللي استونا قرأناه. Which statements are true؟ أي جمل هذه تعتبر true صحيحا؟ يعني إما تكتب T معناها صح أو F معناها خطأ. شي يقول لي؟ يقول لي the holiday destination is called tourist city. يقول لي هذه الرحلة السياحية متوجهة إلى مدينة سياحية tourist city. خلينا نشوف تذكرون قبل شوية إيش قال. Come to tourist city. تعال إلى مدينة سياحية. إذن هو متجهة هذه الرحلة السياحية إلى مدينة سياحية. إذن أقول له true صح. الثانية you can visit the local shops. يمكنك أن تزور المحلات المحلية المحلات اللي بالمدينة. نعم كذلك من برنامج الرحلة السياحية أن يمكنك الذهاب للتسوق بالتالي بالمحلات تروح تسوق البضاعة اللي تريدها. اللي بعدها visitors must do all the activities available. شوف أنا شو قلت. يقول للسواح اللي راح يجون بهاي الرحلة السياحية يجب أن يفعلوا كل الأكتيفيتيز كل النشاطات اللي ذكرت بالإعلان. هذا كلام صحيح؟ لا غير صحيح. هو إيش قال بالرحلة؟ قال يمكنك أن تختار ما تود فعله. يعني أنت كيفك أنت تريد تروح للسباحة ما تريد تروح كيفك. يعني يقول لك أنت غصب عنك تسوي كل شيء. إذا نقول له فولس خطأ. اللي بعدها there is a theater where you can see a play. هنالك ثياتر مسرح يمكنك رؤية فيه مسرحية. وما قال إحنا راح نوديك للمسرح تشوف مسرحية وإنما قال يمكنك الذهاب إلى السينما من أجل مشاهدة فيلم. أنا أقول له مسرح فإذا أقول له false خطأ. You can go hiking. يمكنك أن تذهب hiking تتمشى on the mountains على الجبال. hiking معناها جولة على الأقدام. ذكر هذا الشيء بالإعلان؟ أكيد لا. إذا أقول له false خطأ. الأخيرة you can camp on the beach at night. يمكنك التخييم على الشاطئ في الليل. ذكرنا أنه من برنامج الرحلة أنه إذا تريد تروح بالشاطئ في الصباح يمكنك swimming السباحة fishing صيد السمك. أما في الليل ممكن أنه شنو camping للتخييم. فإذا الإجابة صح. كذلك هذه الأسئلة كنشاط صفي بداخل الصف يسألها الأستاذ ويطلب من الطلاب أن يجاوبوا فيقرأ هذه الجمل والطالب يرفع ايده. إذا كانت الجملة صحيحة يقول true وإذا كانت الجملة خاطئة يقول false. اللي بعدها يقول لي listen استمع to Rima talking about perfect holiday. استمع إلى ريما تتحدث عن رحلتها المثالية في العطلة. تك ضح صح the activities she enjoys. ضح صح على الأشياء اللي استمتعت بها أثناء هذه الرحلة. هنا الأستاذ راح يشغل مقطع صوتي بداخل الصف والطلاب يكتبون هذا المقطع الصوتي وبعد فهمهم بعد ما يستمعون المقطع الصوتي اللي راح الآن نشغله أو نقرأ بعد ما يستمعون ويفتهمون يروحون يخلون صح على النشاطات اللي تحبها هذه ريما من خلال شنو؟ من خلال المقطع الصوتي اللي استمعوا. طبعاً لعدم توفر المقاطع الصوتية عرضنا على شكل مقطع نصي والآن نوضحه ونحل هذا النشاط. شو يقول؟ ريما شو تحدث؟ تقول What sort of holiday do I want؟ ما هي نوع العطل التي أريدها أو أرغب بها؟ Well, حسناً, I don't like beach.
أنا ما أحب الشاطئ beach holidays أو العطلات اللي يقضوها على الشاطئ they are boring إنها مملة I prefer to be active on my trips أحب أن أكون أو أفضل أن أكون فعالة في التريبس في الرحلات مالتي يعني أتحرك I love hiking أحب أتمشى to the on the mountains or in the mountains في الجبال and cycling وأذهب للسايكلينج ركوب الدراجات around cities بين المدن إذا هي إيش قالت قالت أنا ما أحب أظل قاعدة على الشاطئ وبدون حركة أنا أحب النشاطات اللي فيها حركة مثل شنو النشاطات اللي فيها حركة مثل الهايكينج التمشي على الماونتنز على الجبال سايكلينج ركوب الدراجة بين المدن I don't enjoy cooking أنا ما أحب الطبخ on my holiday في العطلة but I like tasting new foods and visiting restaurants شوف هنا شو تقول تقول أنا ما أحب الطبخ لكن أحب تذوق tasting تذوق new food الأطعمة الجديدة and visiting restaurants وأزور المطاعم أحب أزور المطاعم وأتذوق الأطعمة الجديدة I love flying أحب الطيران and really enjoy exploring new places وأحب أيضا أو أستمتع exploring استكشاف new places الأماكن الجديدة I think city break is the perfect holiday for me أعتقد بأن عطلة المدن أو العطلة اللي نقضيها بالمدن هي العطلة المثالية بالنسبة الشخصية مثلي بعد ما قرأنا هذا النص أو بعد ما استمعنا الريمة ورأيها عن العطلة الآن نجي نوضع صح على الصور اللي هي تحبها يعني مثلا تحب تتمشى بين الجبال نعم هذا أخلي عليها صح تحب تقرأ كتب هذا شيء بارد أو ما بيحركة إذا ما تحبه بعد تحب ركوب الدراجات نعم أخلي عليها صح وهكذا تحب الطبخ لا هاي شخص يطبخ هنا تحب تذوق الأطعمة الجديدة نعم هذا أخلي عليها صح وتحب الاستكشاف استكشاف الأماكن الجديدة نعم كذلك هذا أخلي عليه صح هسه هذا النشاط كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحليلي وامتحان الشفوي الأستاذ يعلق المقطع الصوتي بداخل الصف والطلاب ينتبهون على هذا المقطع الصوتي ومن ثم يختارون الأشياء اللي تحبها ريما الآن هو كتاب النشاط ننتقل لكتاب النشاط وراها ننتقل لموضوع جدا مهم موضوع قواعدي جدا مهم اللي هو موضوع اللايك والديسلايك التعبير عن الحب وعدم الحب شي يقول لي listen again استمع مرة أخرى نفس المقطع الصوتي and choose the correct words واختر الكلمات المناسبة حسب ريما شنو اللي قالته نفس المقطع النص اللي قالته ريما كاتب لي إياه بس مخير لي بين اختيارين يقول لك تتذكر بالمقطع الصوتي ايش قالت من بين ذن الاختيارين يعني على سبيل المثال What sort of holidays do I want ما نوع العطل التي أرغب فيها Well حسنا I don't like though I don't enjoy beach نرجع نشوف ريما ايش قالت تقول I don't like beach ما قالت I don't enjoy إذن الإجابة الأصح هي I don't like أنا لا أحب الشاطئ أو لا أحب عطل الشواطئ وراها they are boring إنها مملة I prefer active on my trips أحب أو أفضل أن أكون فعالة نشيطة بالرحلات مالتي I love walking لو hiking إحنا قلنا إنه hiking معناها تتمشى طبعا walking هم أنا معناها تتمشى لكن هي ما استخدمت هاي الكلمة أثناء المقطع الصوتي فبالتالي هي استخدمت كلمة hiking تروح بجولة in the mountains على الجبال and cycling وركوب الدراجات around cities بين المدن I don't enjoy or like cooking نرجع المقطع النصي ونشوف ايش قالت قالت I don't enjoy cooking أنا لا أستمتع بالطبخ إذن أنا الاختيار الأمثل هو I don't enjoy أنا لا أستمتع بالcooking بالطبخ on my holiday في العطلة مالتي but I like لكنني أحب tasting لو eating new food تذوق لو أكل الطعام الجديد هي قالت أحب تذوق الطعام الجديد لذلك الاختيار الأمثل اللي قالتها بالجملة هي tasting food in the restaurant and visiting restaurants أحب تذوق الأطعمة الجديدة وزيارة المطاعم I love flying أحب الطيران and I really love to enjoy exploring نجي نشوف إيش قالت على exploring enjoy exploring أستمتع بمن بالاستكشاف إذا أقول له enjoy أستمتع بال exploring باستكشاف in new places الأماكن الجديدة I think a city break is the perfect holiday for me أعتقد بأن
عطلة المدينة أو العطلة اللي يقضيها في المدينة هي أفضل مكان إلي أو أفضل طريقة إلي لقضاء العطلة. هذا ما يخص تمرين رقم واحد. هذا التمرين غير مهم للامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، مجرد نشاط صفي، الأستاذ يعلق مرة ثانية المقطع الصوتي أو هو يقرأ بنفسه، ومن ثم الطلاب يستمعون ويأشرون أثناء استماعهم المقطع الصوتي للاختيارات اللي منطينيها خلال هذا النص، غير مهم للامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. الآن ننتقل لموضوع جدا 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 مهم، اللي هو موضوع اللايك والديسلايك. طلاب، إذا أنا أريد أعبر عن حبي لرياضة معينة، لنشاط معين، لهواية معينة، أتبع قاعدة الحب، وإذا أريد أعبر عن عدم حبي أو كرهي لرياضة معينة، مادة معينة، نشاط معين، أتبع قاعدة عدم الحب. أنا مثلاً أنا أحب مشاهدة التلفاز، أقول على سبيل المثال I like watching TV، أنا أحب مشاهدة التلفاز. واحد يجي يقول لي أنا أحب السباحة، شو يقول؟ يقول I love swimming أو I like swimming أو I enjoy swimming، أنا أحب أو أستمتع بالسباحة. هنا أنا قاعد أعبر عن الأشياء اللي أنا أحبها. واحد يقول أنا أحب السينما أو أنا أحب كرة القدم، شو يقول؟ شو يقول لي؟ يقول لي I like football أو I like cinema. هنا شلون أنا أستخدم أو شلون أقدر أعبر عن الأشياء اللي أحبها وشلون أقدر أعبر عن الأشياء اللي ما أحبها؟ هو منطيني خمس أدوات، اللي هي الله معناها يحب، الانجوي معناها يستمتع، لايك همنا معناها يحب، دونت لايك معناها لا يحب، وهيت معناها يكره. الثلاث أدوات الأولى تستخدم للتعبير عن الحب، والأداتين الأخيريات تستخدم للتعبير عن عدم الحب. زين أستاذ، شنو هي القاعدة اللي أمشي عليها؟ أو شنو هو الشرح المفصل؟ أو شلون أقدر أعبر عن الأشياء اللي أحبها وما أحبها؟ إن شاء الله بالدقائق القادمة راح نشرح بشكل مفصل طريقة التعبير عن الأشياء اللي نحبها وما نحبها. خليكم ويانا الآن مع موضوع قواعدي جدا جدا مهم، اللي هو موضوع التعبير عن الحب وعدم الحب، اللايك والديسلايك. مبدئيا هو من اسمه لايك وديسلايك ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى اللايك، اللايك معناها التعبير عن الحب، الأشياء اللي أنا أحبها، والديسلايك التعبير عن عدم الحب، الأشياء اللي أنا ما أحبها. شلون أنا أعبر عن الأشياء اللي أحبها وما أحبها؟ بالبداية نجي على التعبير عن الحب. يمكن أن نعبر عن الأشياء التي نحبها، أنا إذا أريد أعبر عن الأشياء اللي نحبها اللي أحبها باستخدام، أستخدم عدة أدوات. الأدوات التالية، شنو الأدوات اللي أستخدمهن للتعبير عن الحب أو للتعبير عن عدم الحب؟ هسه نجي على التعبير عن الحب. أستخدم القاعدة التالية، أقول I، أنا لما أعبر عن حبي أنا فالفاعل غالبا يكون I. لما أنا أعبر عن حبي مثلا للسينما، إيش أقول؟ أقول I like cinema، أنا أحب السينما، عبرت عن حبي أنا. فالفاعل غالبا مو دائما، هسه راح نجي نوضح بعد شويه انه مو دائما يكون الفاعل اي، الفاعل اي زائدا اما لايك، كنا اكو ثلاث ادوات للتعبير عن الحب، اما لايك او لاف او انجوي، نجي وحده وحده. لايك معناها يحب، لاف معناها يحب، انجوي معناها يستمتع. زائدا هذه هنا كلش ركزوا وياي يا طلاب، ياتي بعد الاي لايك او اي لاف او اي انجوي إما اسم أو فعل شبيه B-I-N-G. هذه ركزوا لي عليها كلش مهمة. أول شيء شنو الفرق بين الاسم والفعل اللي يحمل I-N-G؟ مبدئياً أنا أريد أعبر عن حبي لكرة القدم، كرة القدم تعتبر اسم، فش أقول؟ أقول I like football، أنا أحب كرة القدم. نفس المثال أقول أنا أحب لعب كرة القدم. اللعب هذه فعل، لازم إذا صادفني فعل إيش أضيف له؟ أضيف له I N G. فش أقول؟ أقول I like playing football، أنا أحب لعب كرة القدم. ما افتهمت، أضرب لك مثال آخر، أقول I like movies، أنا أحب الأفلام. الأفلام هذه تعتبر شنو؟ تعتبر اسم.
اسم جمع. فأقول I like movies، أنا أحب الأفلام. أقدر أقول I like watching movies، أنا أحب مشاهدة الأفلام. هذه المشاهدة لما شخص يشاهد هذه تعتبر فعل، فالwatching أو الwatch اللي معناها يشاهد لازم إيش أخليها؟ أخليها ing. هسه نجي نضرب أمثلة. على سبيل المثال قلت لك عبر لي عن حبك لمشاهدة التلفاز، شو تقول لي؟ تقول لي الفاعل I، أنت تعبر عن نفسك عن حبك أنت، تقول لي I like. أو كيفك استاذك أقدر أستخدم love؟ أنت مخير أنك تستخدم الأداة اللي تحبها اللي تريدها. فتقول I like على سبيل المثال watching، أنا أحب مشاهدة التيفي، أحب مشاهدة التلفاز. الآي هي الفاعل، أخذت اللايك الأداة النامة اللي استخدمتها، وهنا بما أنه لا قالي فعل خليت له، خليت له ING، ومن ثم التلفاز اللي هو الاسم التكملة. مثال آخر قلت لك أو قلت لي I love، أنا أحب الفيشنج، أنا أحب الفيشنج بالصيد. هذه من الأكتيفيتيز من النشاطات اللي أخذناها بداية الدرس. يصطاد هذه فعل، فيشنج ضفت لها ING صارت صيد السمك، أحب صيد السمك. مثال آخر واحد قال لي أنا أحب السباحة، يسبح فعل، فبالتالي خلي لها ING، بقول I على سبيل المثال enjoy، أنا أستمتع بالسويمينج، أنا أستمتع بالسباحة. الآن هذا مثال بسيط، بعد شوي نعرف شلون يجينا بالامتحان وشلون نقدر نحله. اللي أطلبه من عندكم الآن أريدك تحفظ لي هذه القاعدة. القاعدة شو تقول مال الحب؟ قاعدة الحب اللايك، I like أو I love أو I enjoy، زائدا أما اسم أو فعل يحمل ING. أستاذ أنت ما أعطيت مثال على الاسم، مثلا أقول I enjoy cinema، أنا أحب السينما أو أنا أستمتع بالسينما. إذن أنا أعطيتك مثال على الآي زاد اللوب زاد الاسم. زين التعبير عن عدم الحب نفس الطريقة، أقول للتعبير عن عدم الحب إذا أريد أعبر عن عدم حبي لرياضة معينة، لشيء معين، لفعل معين، نستخدم القاعدة التالية. شو تقول القاعدة؟ هنا أنا عندي ثلاث أدوات اللي هي اللايك واللوب والإنجوي. هناك تتذكرون قبل شوية إيش قد خلال لي عدم الحب أداتي فقط اللي هي شنية، أقول هم أنا I زائدا أما don't like. don't like معناها شنو؟ أنا لا أحب، أو أقول hate أنا أكره. شو يجي وراها؟ كذلك هم يجي وراها أما اسم أو فعل شبيه، فعل يحمل ING. زين هسه أنا نفس المثال قلت لك عبر لي عن عدم حبك على سبيل المثال للعب كرة القدم. شو تقول لي؟ على سبيل المثال تقول I don't like، أنا لا أحب. أستاذ أقدر أستخدم hate؟ نعم نفس الشيء. كيف تستخدم الأداة اللي تريدها؟ I don't like أو I hate playing، أنا أكره لعب الفوتبول كرة القدم، أنا أكره لعب كرة القدم، ما أحب ألعب كرة القدم. أو أقول I hate shopping على سبيل المثال، أنا أكره التسوق. هم أنا I زاد hate زاد فعل يحمل ING. سأعطينا على الاسم، أعطينا مثال على الاسم. على سبيل المثال أقول I hate tennis، أنا أكره رياضة التنس، أنا أكره التنس. التنس تعتبر اسم، وبالتالي ما راح أقدر أخلي لها ING إذا اسم كما هو، لكن إذا فعل مثلا أقول I hate playing tennis، أنا أكره لعب التنس، اللعب يعتبر فعل أخلي له ING. هسه هذه كم مقدمة، مجرد أنا أريدك تحفظ حاليا فقط من القواعد. I like أو I love أو I enjoy شي جي وراها؟ وراها I don't like أو I hate شي جي وراها. ليش؟ لأن الصيغة اللي ممكن تجينا بالامتحان التعامل وياها مو مثل تعاملك لما أنا أطلب من عندك جملة وأنت تسوي إياها. لما أطلب من عندك جملة كل سهل أنك تركب القاعدة أو تركب الأدوات مع القاعدة وتسوي لها جملة مفيدة، لكن لما تجيك في الامتحان عندك عدة صيغ، لازم تعرف كل صيغة شلون تتعامل وياها. الآن ننتقل للصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها. يأتي هذا الموضوع في الامتحان الوزاري على صيغتان وكلتان. صيغتين تجيك في الامتحان الوزاري، أما تجيك على شكل اختيارات أو تجيك على شكل
تعبر عن حبك او عدم حبك. نجي هنا واحده واحده. هسه بالاختيارات كل الامثله الوزاريه للسنوات السابقه هذا اللي جاي على شكل اختيارات فقط مرتين، بال 2019 دور اول، بال 2017 دور الثاني. شلون يقول لي؟ يعني على سبيل المثال يقول لي وي دونت لايك، شوفوا طلاب هنا ايش خلاني وي. هنا اكو ملاحظه جدا بسيطه، يقول من الممكن استبدال الاي باي فاعل اخر. استاذ شنو يعني باي فاعل اخر؟ انا قبل شوي ايش قلت لك عبر لي عن حبك انت تريد تعبر عن حبك تقول اي لايك او اي لوف او اي انجوي، انا احب او انا استمتع. لكن لنفترض انه انت تعرف واحد ما يحب كره القدم، هذا الشخص لازم استخدم الضمير المناسب له. اذا مذكر اقول هي، اذا مؤنث اقول شي، اذا مجموعه اشخاص اقول ذي، اذا مجموعه اشخاص من ضمنهم المتكلم اقول وي. اذا تعرفون الفاعل او الضمائر الفاعل الهي الشي الات الذي الوي اليو واخر واحد الاي. احنا تعاملنا فقط مع الاي لان اغلب الامثله الوزاريه يقول لك عبر لي عن حبك انت، فانت لازم تستخدم قاعده الاي. هنا أنا بالاختيارات ايش قايل؟ قايل لي وي دونت لايك، نفس الفكره. تعال نرجع القاعده اي دونت لايك، اقدر استبدلها بوي دونت لايك، نفس الشيء. انا لا احب او نحن لا نحب، نفس الفكره. انا ايش حافظ ان دونت لايك ياتي بعدها اما اسم او فعل يحمل اي ان جي. تعال هنا انا اقول لي وي دونت لايك، نحن لا نحب فراغ نويز ان ذا كلاس روم، فراغ الضوضاء في الصف. ميك هذا فعل مجرد، ميكينج هذا فعل بي اي ان جي، ميكس هذا فعل يحمل اس الشخص الثالث. انت حافظ القاعده الدونت لايك شي يجي وراها؟ ياتي بعدها فعل يحمل اي ان جي. اذا الاختيار المناسب شنو هو؟ الاختيار ميكينج. وي دونت لايك ميكينج نويز، نحن لا نحب عمل الضوضاء او اصدار الضوضاء، نفس الفكره. وي انجوي، نرجع للقواعد اي لايك او اي لاف او اي انجوي. هنا جايب لي مو اي انجوي، قايل لي وي انجوي، نفس الفكره. مجرد الاي وخرها خلى بدايه الفاعل وي، قال وي انجوي شي جوراها. حافظ هاني اسم او فعل يحمل اي ان جي. وي انجوي، نحن نستمتع بما بالكامبينج فعل بي اي ان جي، لو ايدي لو تو وفعل مجرد. استاذ طه ايش قال؟ قال الجوي واللايك واللوف، ارجعوا لي خاف ما حافظيهم. اللايك واللوف والانجوي ياتي بعدها فعل شنو؟ فعل يحمل اي ان جي. اذا الاختيار الامثل هو شنو؟ كامبينج. فاقول له وي انجوي كامبينج، نحن نستمتع بالتخييم نير ذا بيتش، بالقرب من الشاطئ. هذا ما يخص الصيغه الاولى. الصيغه الاولى بسيطه جدا، انا حافظ ان الاي لايك اي لاف اي انجوي اي دونت لايك اي هيت يجي وراها الفعل بي اي ان جي. هو يخيرني بين فعل مجرد واي ان جي واس، مجرد واي دي وتو، انا اختار فقط الفعل اللي بي اي ان جي حتى وان بدل الفاعل. يعني ممكن يشيل الان يخلي لي بداله فواعل اخرى. شو الفواعل الاخرى اللي ممكن يخلي لي اياها؟ هي شي ات ذي وي يو لاي. هسه ننتقل للصيغه الثانيه. الصيغه الثانيه طلاب ركزوا لي عليها لان بها ملاحظه تساعدك على حل هذه الصيغه. هنا شو يقول لي؟ يقول لي عبر عن حبك او عبر عن عدم حبك. شلون اعرفها؟ يقول لي اكسبريس يور لايك، عبر عن حبك، او اكسبريس يور ديسلايك، عبر عن عدم حبك. اكسبريس يور ديسلايك، اكسبريس يور ديسلايك، اكسبريس يور ديسلايك، اكسبريس يور لايك. هنا يقول لي عبر لي عن حبك، عبر لي عن عدم حبك. شلون اتعامل ويا هاي الجمله؟ عندي ملاحظه جدا بسيطه. شو تقول الملاحظه؟ تقول في هذه الصيغه لما يقول لي عبر عن حبك اكسبريس يور لايك او اكسبريس يور ديسلايك، نحذف. ايش نحذف؟ نحذف من كلمه اباوت او من كلمه كونسيرنينج. مرات تجيب لي اباوت ومرات تجيب لي كونسيرنينج. شوف هنا انا هاي كونسيرنينج 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 او اباوت. من كونسيرنينج او اباوت نحذف about وconcerning من about أو من concerning
وما قبلها. ألزم الكونسيرنج، هذه كونسيرنج أحدثها هي واللي قبلها. إيش بقت عندي؟ بقت عندي سبايدرز، أحدث من كونسيرنج وما قبلها. إيش بقت عندي؟ بقت عندي فلايز، أحدث من كونسيرنج وما قبلها. إيش بقت عندي؟ بقت عندي فلايز من about وما قبلها، لأن أنا ما عندي concerning، عندي about. إيش بقت عندي؟ go to the cinema. بس الملاحظة شو تقول في هذه الصيغة؟ يا صيغة express your like أو express your dislike. شو نسوي؟ نحذف about أو نحذف concerning وما قبلها. حذفت، شلون أتعامل ويا الجملة؟ هسه أنت حذفت بقالك كلمة أو كلمتين بسيطات جدا. هنا أنا شو يقول لي؟ يقول لي عبر لي عن شنو؟ عن الديسلايك، عبر لي عن عدم حبك. تتذكرون القاعدة ما تسلايك؟ نعم أستاذ نتذكرها. شو تقول؟ تقول إما I don't like أو I hate. أستاذ كيف استخدم يا قاعدة أريدها؟ نعم هو من أنا بس قل لك عبر لي عن حبك أو عدم حبك، ما قل لي استخدم لي hate أو قل لك استخدم لي don't like. أنت بكيفك تستخدم القاعدة اللي تريدها. فأقول له I don't like، أنا لا أحب، أعبر عن عدم حبي. دير بالكم قال لي ديسلايك، رجعوا على القواعد. هاي الديسلايك، الديسلايك شو تقول القاعدة مالتها؟ I don't like أو I hate، زاد الفعل أخليه ING إذا لقيت فعل، وإذا ما لقيت فعل الاسم ينزل كما هو. هسه شو خليت أنا؟ خليت I don't like، نرجع نكمل I don't like. ومن ثم بقت عندي السبايدر. شو معنى سبايدر؟ معناها عنكبوت، يعني العنكبوت فعل لو اسم؟ اكيد اسم، بما انه الاسم اخلي انس لك ما هو I don't like spiders، انا لا احب العناكب. انا عبرت عن عدم حبي للعناكب، انا ما احب العناكب. مثال اخر concerning وما قبلها حذفناها، هو قال لي عبر لي عن حبك لو عدم حبك، عبر عن عدم حبك هم dislike. فهي المرة بستخدم hate. كيف اقول I hate؟ أنا أكره. إيش بقت عندي؟ كم كلمة؟ كلمة الفلايز. الفلايز شو معناها؟ معناها البعوض. البعوض فعل له اسم، هذا اسم. أقول I hate flies، أنا أكره البعوض. بعد مثال آخر، عبر عن عدم حبك عن الفلايز. نفس الفكرة، نفس المثال بتكرر. 2018 دور أول و 2018 دور ثاني لطلبة الخارجي. أجي إيش أقول؟ أقول I don't like أو I hate. كيف؟ مثلاً I hate، أنا أكره الفلايس، أنا أكره البعوض. وهكذا هنا نشوف أن الموضوع مختلف. يقول لي عبر عن حبك مو عدم حبك. نحن نستخدم قواعد الحب. شو تقول؟ تقول I like أو I love أو I enjoy. كيفك؟ مثلاً I like، أنا أحب. إيش بقت عندي؟ هنا نشوف إيش سمسويني. قال لي ترى أنا منطيك الفعل بين قوسين. الفعل احنا اتفقنا، شفنا انا لحد الان كل الكلمات اللي بقى كلمات اسماء، الاسم ينزل كما هو ما اغير فيه. لا عاد شنو اللي اغيره؟ اذا جاب لي فعل، الفعل لازم مش اخلي له، اخلي له اي ان جي. فاقول اي لايك القوش راح تصير جوينج، اخلي لها اي ان جي واكمل تو ذا سينما، احب الذهاب الى السينما. الجو يذهب فعل، ايش خليت له؟ خليت له اي ان جي. اذا الموضوع جدا بسيط، عبرت عن حبي وعدم حبي باستخدام ادوات الحب وعدم الحب. اي لايك، انا احب. اي لوف، انا احب. اي انجوي، انا استمتع. يجي وراه اما اسم او فعل. اذا اسم ينزل كما هو، اذا فعل اخلي له اي ان جي. يلا انزله. اكو فد تلميح جدا بسيط، هذه للطلاب اللي ما عندهم معاني. أنا أستاذ طالب ما عندي معاني، ما أعرف إذا كان هذه الكلمة، ما أعرف شو معناها، فما أعرف إذا كانت هذه الكلمة فعل لو اسم. طلاب قبل شوية إيش قلت لكم؟ مو قلت لكم concerning وما قبلها تحذف؟ نعم أستاذ. إذا بقت عندك كلمة واحدة فهاي الكلمة اسم، نزلها كما هي. إذا بقت عندك أكثر من كلمة فالأولى فعل، هذه الأولى فعل، والبقية ما بيها تغيير. الفعل أنا لازم مش أخليه، أخليه له I N G. هاي للطلاب اللي ما عندهم معاني، ما يعرفون شنو معنى كلمة flies، ما يعرفون إذا كانت هذه كلمة فعل أو اسم. فبالتالي concerning وما قبلها تحذف، حذفتها. إذا بقت عندك كلمة واحدة هذه كلمة اسم، الاسم شو نسوي له؟ ينزل كما هو.
وإذا بقت عندي أكثر من كلمة، فالأولى اللي بقت ورا about أو ورا concerning فعل، الفعل لازم مش أخلي له ing والبقية ينزل كما هو. هذا كل الصيغ أو كل الأمثلة الوزارية للسنوات السابقة اللي صادتني عن موضوع اللايك والديسلايك، الحب وعدم الحب. بعض الطلاب يقول أستاذ أنا أريد بعد أدرب أكثر، ممكن تنطيني أمثلة إضافية؟ نعطيك أمثلة إضافية ممكن أسحلها تختبر نفسك بيها. شو يقول لي على سبيل المثال؟ I love، اتفقنا. I like، I love، I enjoy، وراه الفعل شو يجي؟ فعل يحمل ing، أختار الفعل اللي يحمل ing، لا أختار about to ولا أختار الفعل المجرد. إذا أقول له watching، I like watching matches on TV، أحب مشاهدة المباريات على التلفاز. مثال آخر، I like فراغ cars، drive، go to drive، go driving، أكيد driving. أنا أحب سياقة driving، معناها سياقة driving cars، أحب سياقة أو قيادة السيارات. يعني يقول لك express your like، عبر عن شنو؟ عن حبك، concerning، من concerning وما قبلها شنو؟ تحذر. شو بقت عدي؟ بقت عدي كلمة أكثر من كلمة. الكلمة الأولى شنو هذه؟ فعل. مش لازم شو أخلي له؟ ing. استاذ مواصل خلي لي ing. إذن حاليها تقريبا. إن أنا قال لي عبر لي عن حبك، بقول له I like أو I love أو I enjoy. أنا بستخدم هالمرة enjoy. I enjoy زاد الفعل بي ing، هو أصلا خالي بي ing. Walking هو أصلا بي ing، خالي بي ing. Walking along the beach، أحب المشي عبر الشاطئ أو من خلال الشاطئ. المثال اللي بعده، شوف هنا طلاب هالمرة صيغة جديدة، هو ما جاء سابقا بالامتحان الوزاري، لكن أنا ضمنتها من ضمن الأمثلة الإضافية، خاف أبو الوزاري يفكر يجيب لك إياها لأن موجودة بالرابع والخامس إعدادي. شو يقول لي؟ يقول لي I hate gets up early. gets إن أنا شو مسوي لي؟ خلي إياها بين قوسين. وش قال لي؟ قال لي correct. سؤال موجه لكم، تعرفوا شنو معنى كلمة correct؟ معناها صحة. أخذناها مع موضوع الماضي المستمر والمضارع المستمر. قال لي correct صحة. طلاب أعيد وأكرر، لما يقول لي كرات صحح، انت شغلتك فقط تصحح الفعل اللي بين القوسين، باقي الجمله صحيحه ما بيها مشكله. فهو مطبق القاعده، قايل اي هيت بس الفعل مسوي لي خطا، لازم تصححه. الاي هيت سيدي وراها يجي وراها فعل يحمل اي ان جي، فاقول اي هيت الجيت ايش راح اخليها؟ اخليها اي ان جي، اي هيت جيتنج وتكمله ايرلي اور اون فرايديز، أنا أكره أن أصحى باكراً في أيام الجمعة. هذه مثال. مثال آخر، express your dislike concerning. ساطهش قال، قال concerning وما قبلها تحذر. هو قال لي عبر لي عن عدم حبك، بقت عندي كلمة أكثر من كلمة. إذا أكثر من كلمة الأولى شنو؟ فعل، والبقية تنزل كما هي. الفعل لازم مش أخلي له ing، هو أصلاً خالي بي ing. عبر عن عدم حبك، أقول لك I hate، أنا أكره، ايش اكره؟ listening to music، انا اكره الاستماع الى الموسيقى. طلاب خلينا ناخذ مثال اضافي بعد اكثر. ايش قال لي؟ كله على سبيل المثال، express your like about، عبر عن حبك عن، على سبيل المثال more، عبر عن حبك عن المجمع. ليش أنا أخذت هذا المثال؟ أنا أريد أوضح شغلة. أستاذ طه إيش قال؟ قال about أو concerning وما قبلها تحذر. عبر لي عن شنو؟ عبر لي عن حبك. إذا أقول I like أو I love أو I enjoy، زائدا أما فعل يحمل ing أو اسم. أستاذ ما نفترض إنه ما عرفت كلمة مول شنو معناها. أنا إيش قلت لك؟ قلت لك أنت مو حذفت. إذا بقت كلمة واحدة شنو معناها هاي الكلمة؟ معناها اسم. قبل شوية لما حذفت بقت عندي أكثر من كلمة. إذا أكثر من كلمة في الأولى فعل والبقية تنزل كما هو، الفعل يخلي لها ing والبقية تنزل كما هي. لكن إذا بقت عندي كلمة واحدة فهذه كلمة اسم تنزل كما هي، I like more، أنا أحب المجمع. فهذه أصبحت جملة تعبير عن الحب. هذا ما يخص موضوع الحب وعدم الحب، أخذنا بكل تفاصيله، أخذنا وزارياته، أخذنا أمثلة إضافية عنه. هذا الموضوع قواعدي مهم بالشهر 100% جاي،
امتحان نصف السنة 100% جاي، والامتحان الوزاري دائما يتكرر ودائما يجي اما بالسؤال الثاني فرع عين، سؤال express your like عبر عن حبك، او بالسؤال الثاني فرع بي على شكل اختيارات مثل الصيغة اللي اخذناها اثناء الدرس. الان ننتقل الى تمرين رقم 2. شو يقول؟ يقول لي which verbs goes with each word or words. منطيني مجموعة من الverbs. شنو معنى verbs؟ معناها افعال. يقول لك انا منطيك افعال، شنو هاي الافعال؟ do. شنو معنى do؟ يفعل. go شنو معنى go؟ يذهب. احفظوه لانه كلش مهم. have شنو معناها؟ معناها يحظى. kick معناها يركل. read معناها يقرا. score معناها يحرز، يسجل. شلون score goal؟ يحرز هدف. spend معناها يقضي. watch معناها يشاهد. win معناها يفوز. هذا اللي شنو هذا اللي قلنا عنها؟ هذا اللي verbs افعال. يقول لك ضمن الافعال اريدك تطابقهم بكلمه او اكثر من كلمه مناسبه لها. يعني من الممكن ان الفعل دو ياخذ اكثر من اسم، الفعل جو ياخذ اكثر من اسم. اريدك تملي لي هذه الفراغات اللي انا منطيك اياها. هنا هو منطيني مثال، يقول لي على سبيل المثال الفعل دو، شنو معنى دو؟ يفعل. شو يسوي؟ شو يفعل؟ دو هوبي، يفعل هوايه، فهو مسوي لي اياها. فاشطب الفعل دو واشطب الهوبي الهوايه. اجل الجو، شنو معنى جو؟ يذهب. جو هون يذهب كره غير مناسبه. جيم مباراه او لعبه غير مناسبه. جول هدف غير مناسبه. بيكنيك نزهه، لازم اقول جو تو ا بيكنيك او اون ا بيكنيك، نانا يلا تصير مناسبه. بعد بوينت نقطه غير مناسبه. رست استراحه غير مناسبه. ستوري قصه غير مناسبه. فيشينج صيد، شوف 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 جو فيشينج يذهب للصيد، نعم هذه مناسبه فاخليها، اخلي الفعل جو ويا الفيشينج. من الممكن انه انا اكو اكثر من اسم اخر، من الممكن ان يناسب الفعل جو. اجي ادور بعد فوتبول ماتش، مباراه كره القدم غير مناسبه. جو شوبينج يذهب للتسوق، هذه هم كذلك مناسبه، اخذناها بالابتدائيه. جو شوبينج يذهب للتسوق. بعد من الممكن انه اكو اسم ثالث يناسبه. sometimes بعض الوقت غير مناسب. the afternoon المساء غير مناسبه. شوفوا هنا الطلاب to the cinema قبل شويه a picnic وحدها go a picnic مترها، ما اقدر اقول go a picnic الا اقول go on a picnic، يذهب في نزهه. هنا انا go to the cinema يذهب الى السينما، هذا مناسب. اذا اقول لك go to the cinema يذهب الى السينما. اذا خلصت to the cinema، بعد هذا الشيء ثاني go tv غير مناسبه. خلصت الفعل go، اجي هالنظر على الفعل شنو؟ ها شنو معنى ها؟ يحظى. يحظى طو كرة غير مناسبة. جيم مباراة غير مناسبة. جول هدف غير مناسبة. بيكنيك يحظى بنزهة، نعم ها بيكنيك يحظى بنزهة. إذا أوصلها بالبيكنيك أوخرها. بعد من الممكن أنه بعد أكو اسم ثاني يناسبه. ها أبوينت يحظى بنقطة غير مناسبة. رست يحظى باستراحة، نعم هذا مناسبة. أقول have a rest يحظى باستراحة. أوخر الرست. story قصة غير مناسبة. football match غير مناسبة. sometime من الممكن تكون مناسبة، مثلا أقول have sometime أحظى ببعض الوقت، لكن أكو كلمة أخرى مناسبة لها أكثر اللي هي spend sometime يقضي بعض الوقت. have the afternoon غير مناسبة. TV كذلك غير مناسبة. خلصنا الها. kick يركل. شركل kick a ball يركل الكرة. إذا أقول لك kick a ball يركل الكرة. بعد أكو كلمة ثانية مناسبة لها؟ لا. إذا خلصنا الكيك وراها read يقرأ. شنو اللي نقرأ؟ a story قصة. فأقول له read a story يقرأ قصة. أوخر الستوري. بعد أكو شيء ثاني ممكن إنه يناسب الفعل read يقرأ؟ ما عندي شيء ثاني. إذا أوخر read score يحرز. شنو اللي نحرزه؟ اللي نسجله. score a goal نحرز هدف. score a goal يحرز هدف. من الممكن كذلك يناسبها score a point يحرز نقطة حسب نوع الرياضة. إذا score a goal و score a point نحذفها. score
a point. يعني إذا رياضة إذا كانت رياضة كرة القدم أقول he scored a goal. هو أحرز هدف. وإذا كانت رياضة أخرى تحسب النقاط أقول he scored a point. أحرز نقطة. إذن خلصنا ال point خلصنا ال score. Spend يقضي. Spend the afternoon. يقضي المساء. We spend some time. يقضي بعض الوقت. إذن spend يقضي some time. يقضي بعض الوقت. We spend the afternoon. يقضي المساء. خلصناهن. Afternoon. Or sometimes. بعد the watch. يشاهد. She شاهد TV. إذن أقول له watch TV. يشاهد التلفاز. بعد when يفوز. أقول when a football match. يفوز بمباراة كرة قدم. أقدر أقول watch football match. يشاهد مباراة كرة قدم. من الممكن الاسم يناسب أكثر من فعل. من الممكن أقول I watch a football match أو I watched a football match. شاهدت مباراة كرة قدم. وأقدر أقول I won football match. فزت بمباراة كرة القدم. هذا ما يخص تمرين رقم 2. هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. أستاذ شلون يجي؟ هذه الصيغة جديدة أو مثل الصيغة اللي أخذناها بالدرس السابق مع الأسماء المركبة. الأسماء المركبة يعطيك مثلا litter bin information desk air bag. يعطيك حقل بالأسماء وحقل بأسماء مناسبة لها. يقول لك وصل الاسم بالاسم المناسب له على مود تسوي لي اسم مركب. أو يجي لك يا مثلا هذه الصيغة يقول لك وصل الفعل بالاسم المناسب له على مود تسوي لي عبارة مناسبة. فأنا معطيكم النموذج الوزاري. شوفوا هذا طلاب هذا نموذج وزاري بالسنوات السابقة 2018 الدور الثالث. هذا السؤال الأول قطعية خارجية. أنا دائما أقول لك مثلا هذا الموضوع يجيك بفلان سؤال السؤال الثاني السؤال الأول دائما هيكلية الأسئلة الوزارية ثابتة. فدائما مثلا السؤال الأول قطعة خارجية. السؤال الأول بي قطع كتاب. سي هم مرات يكملها قطع كتاب. بس هذا أي وبي خاصة بالقطعة الخارجية والسي مسويها قطع كتاب. السؤال الثاني أي دائما شي يقول لك يقول لك دائما شي يقول لك يقول لك قواعد إما صحح أو عرف أو رتب. كل موضوع قواعد إحنا أخذناه بصيغته. هنا إذا تذكرون موضوع القرعة عن الوقت شوفنا أنا قال لي بال 16-10 أخبرني عن الوقت هذا يعتبر موضوع قواعد. قلت لك يجيب السؤال الثاني فراعي أو السؤال الثاني فراعي هم قواعد لكن شوفوا على شكل اختيارات. دائما أنت خلي بالك النموذج الوزاري ثابت. السؤال الأول قطعة خارجية وقطع كتاب. السؤال الثاني قواعد. السؤال الثاني أي قواعد والسؤال الثاني بي قواعد اختيارات. فشوفوا هنا هذا النموذج الوزاري. هنا السؤال الثالث دائما ما يكون الفرع الأول من عند إسقاطات والفرع بي شوفوا هنا الفرع بي هذا اللي أنا دا أحكي عنه. هنا منطيني أفعال ومنطيني أسماء وصل الأفعال بالأسماء المناسبة إلها. فهنا أنا منطيني الفعل spend يقضي spend the afternoon يقضي المساء اللي استونا حلينا. فجاي من 18 دور ثالث كل هند النجايات بالنماذج الوزارية للسنوات السابقة. فأعيد وأكرر هذا الموضوع جدا 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 مهم. هذه الكلمات جدا مهمات يجلي مثل ما هاي الصيغة وصل الأفعال بالأسماء المناسبة إلها. باقي الأنشطة خافت أوضح أكثر. باقي الأسئلة الستوري تايم القصة. السؤال الرابع قصة والسؤال الرابع بي قواعد إملاءات والسؤال الأخير أكيد هو الإنشاء. إحنا راح نأخذ كل وحدة بها إنشاء متعلق بها نحاول نحفظه. الآن ننتقل إلى تمرين رقم 3. يقول لي choose 5 phrases اختر 5 عبارات from exercise 2 للتمرين الثاني اللي استونا حلينا watch TV go to the cinema إلى آخر العبارة. write complete sentences for each one. واكتب جمل مفيدة. نشاط صبي. الأستاذ يطلب من الطلاب أن يكونون جمل مفيدة باستخدام العبارات اللي أخذناها في التمرين هاي. يعني على سبيل المثال أنا هو نعطي المثال يقول my family has a picnic every Friday. عائلتي تحظى بنزهة كل جمعة. أقول I watch TV at night. أنا أشاهد كرة التلفاز في الليل. شوف أنا watch TV استخدمت هاي العبارة. على سبيل المثال أقول له I spend the afternoon in the park. على سبيل المثال أنا أقضي فترة المساء في المتنزه. أخذ عبارة أخرى شوف أنا مش اختار spend the afternoon. أخذ عبارة أخرى على سبيل المثال أقول I go
to the cinema every weekend. أنا أذهب إلى السينما كل عطلة نهاية أسبوع وهكذا. هذا مجرد تمرين لتكوين جمل مفيدة باستخدام العبارات اللي أخذناها خلال تمرين رقم 2. مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. أما تمرين رقم 4 يقول لي complete the table with the verbs in the box. أكمل الحقل أو هذا الجدول بكلمات من الصندوق. طلاب هنا شو يقول لي؟ وش قلنا من طريق 3 صحات صح صح خطأ وثلاث خطأات. شنو يعني؟ شو يقصد؟ يقول لك ال don't like بيا حقل تخليها من ذن الحقول حسب شدة الحب أو شدة الكره. يعني مثلاً اللايك أقدر أنطيها صح واحد، اللاف أنطيها صحين، اللاف يحب واللايك معناها يحب، لكن اللاف شوية أعلى من اللايك، يحب أكثر من اللايك. بعد الأكثر شيء الانجوي، ريلي انجوي جداً يستمتع، ريلي انجوي هذه أنطيها 3 صحات. تعبر عن مدى حبي للكلمة هذه، تعبر عن مدى حبي لمن؟ لرياضة معينة أو هواية معينة. فأكثر واحدة قوية بيهن الانجوي، الأقل من عندها لاف، والأقل من عندها لايك. زين عدم الحب الدونت لايك لا يحب، واللي يكره كار الدور كلش يعني ما يحبه أقول له هيت منطيني 3 خطاعات لها. هذا مجرد يريدي يوضح لك الدرجات مع الحب وعدم الحب. فيقول لك أنا منطيك أكثر من أداة لأن كل واحدة لها درجة معينة، فأنت تستخدم الدرجة اللي تحبها. أما تمرين رقم 5 يقول لي use the verbs in exercise 4 to write your personal opinion in the 3 holidays activities. لما شي يقول لك، يقول لك أنا منطيك 3 activities 3 نشاطات، عبر عن حبك أو عدم حبك لهذه النشاطات. مثلا السباحة، واحد من الطلاب يقول I like أو I love أو I enjoy swimming، أنا أحب السباحة. واحد ثاني باوع على التخييم قال لا أنا ما أحب التخييم، أنا أكره التخييم. شو يقول لي؟ يقول لي I hate camping، أنا أكره التخييم. واحد ثالث سألته عن الشوبينج على سبيل المثال قال لي I enjoy، أنا أستمتع بمن؟ بالشوبينج، بالتسوق. كل طالب يجاوب على هذه الأسئلة وهذه الجمل بالطريقة اللي يحبها. إذا يحب هذا الاكتيفيتيز النشاطات يعبر عنه باستخدام الحب وعدم الحب اللي اخذناها. إذن هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي، مجرد يدربنا على موضوع الحب وعدم الحب اللي اخذناه خلال هذا الدرس. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا ان الدرس غني بالمعلومات، احنا متعودين بدايه اليوم دائما بمواضيع قواعديه. هذا الموضوع القواعد الاول، الدرس القادم راح نشوف ان عندنا مع المواضيع قواعديه اللي هي التعبير عن التفضيل وعمل الاقتراحات. هذه من المواضيع القواعدية، هي أساس اليونت الثاني، جدا مهمات في الامتحان التحريري، امتحان الشهر الثاني وكذلك امتحان نصف السنة. حاولوا تسجلوا من هذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها أو تشتروا من منزلة موجودة عند وكلائي الطابعي على مود تختصر عليكم وقت الكتابة. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو رابط تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف.